أبطال حبايبي، لقاء جديد النهاردة، وعلى طول كده ندخل في الموضوع كالعادة، ازاي نحذف unless والبدائل بتاعت unless في الجرامر. اولا unless زي ما انت شايف كده بيجي بعد منها subject وverb، يعني بيجي فاعل وفعل، تمام جدا زي حالات if كلها، برضو حالات unless بيجي بعد منها فاعل وفعل. طب ايه البدائل بتاعتها واعملها ازاي؟ تعال نشوف. في اتنين اللي هي without و but for، بدون، ودي بتيجي في الثلاث حالات الاولى والتانية والتالتة، بيجي بعد منها verb plus ing or noun. الحالة التانية بيجي معاها او بديل unless if، او unless الحالة التانية if it weren't for، وبديل الحالة التالتة حبايبي if it hadn't been for. كل التلاتة دول without for but for if it weren't for it, it if it hadn't been for بدائل ل unless. طب ايه البديل او ايه اللي انا استفدته منهم؟ ان هم كلهم بيجوا بعد منهم verb plus ing او noun، لكن unless او if بيجي بعد منها subject و verb. خدنا قبل كده في فيديو قبل كده ارجع له ازاي نستبدل if او بدائل if. نشوف اول جملة حبايبي كده بسرعة. Unless you work hard, you won't get a lot of money. لو ما اشتغلتش كويس وبجد مش هتحصل على فلوس كتير. ده معناه ايه؟ وممكن استخدمه ازاي؟ في طبعا دي unless الحالة الأولى اللي هي بتساوي if not، يعني دي بتساوي بالظبط if you don't work hard. تمام؟ بدلتها ب unless، وينفع بدلها without، without اللي يجي بعد منها ايه؟ برافو عليك لسه فاكر. تمام؟ verb ing او noun. لو انا هجيب verb ing يبقى unless working hard، جبت الverb في ing، وممكن اجيب noun، الناون هنا اللي هو ايه؟ work، واجيب قبل منه adjective اللي هي ايه؟ hard. your hard work لان الفعل هنا you، يبقى without بدون شغلك الجد you won't get a lot of money، نفس التكملة هي هي. جملة تانية unless he worked hard he wouldn't get a lot of money، ودي unless الحالة التانية زي if الحالة التانية كده. تمام؟ past simple would infinitive. طيب ممكن استخدمها ب if it weren't، طبعا ينفع استخدمها ب without و but for، طبعا. خلينا نستخدمها ب if it weren't for his hard work، يبقى جبت noun وقبليه صفة، وhis عشان الفعل هي حبايبي، or working hard he wouldn't get a lot of money، نفس التكملة هي هي النص التاني. طيب نشوف unless الحالة التالتة. unless they had worked، ده had past participle يعني زي if الحالة التالتة كده، they wouldn't have got a lot of money. طيب حلو جدا، ممكن استخدم without but for يجي بعد منها ing، طبعا. طيب ممكن استخدم if it hadn't been لان دي الحالة التالتة had plus past participle، هو ده الكلام. if it hadn't been for، طبعا. if it hadn't been for their عشان الفعل ايه؟ they، their hard work جبت noun وادي صفة قبليه، او ممكن working hard اللي هي gerund verb ing، والنص التاني حبايبي they wouldn't have got a lot of money. باختصار انا اقدر او استخدم بدائل unless، البديل الاول without بدون، but for نفس المعنى، وييجوا في الثلاث حالات الاولى والتانية والتالتة. if it weren't for بديل ل unless الحالة التانية، والحالة التانية بس. if it hadn't been for بديل ل unless الحالة التالتة والحالة التالتة بس. كل دول بيجي بعد منهم verb plus ing or noun. بالتوفيق حبايبي، ابعتولي في التعليقات اي حاجة مش واضحة. معاكو مستر هاني منسي، قناة ايتيوبي. جود لك، وتعملوا سبسكرايب واتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. جود لك.